مشاهدينا، وللحديث أكثر عن أزمة المياه والنزوح في قرى بهرز ينضم إلينا عبر الهاتف النائب عن ديالى السيد محمد قتيبة البياتي. أهلا بك سيد محمد في النشرة الرئيسة. والبداية، من يتحمل مسؤولية ما يحدث في بهرز؟ من يمسك بزمام ملف المياه أم دول الجوار التي ترفض تقاسم الضرر؟ تفضل. نعم، السلام عليكم، مرحبا، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. بالحقيقة حتى لا تختزل المشكلة فقط في جنوب بهرز، نعلم أنه جنوب بهرز هي أكثر المناطق المتضررة في ديالى. أغلب المناطق المتضررة بديالى هي متضررة من نهر ديالى، من جفاف نهر ديالى. بالنتيجة جنوب بهرز، جنوب بنادروز، مناطق الوقف ومناطق أخرى سوف تتعرض تماما للجفاف بسبب عدم وجود نهر ديالى ساري في محافظة ديالى. هذا النهر يعتمد اعتماد كلي على الأنهر الرافدة من قبل الجارة إيران، وكذلك من قبل حكومة تقليم كردستان لسد دوكان سد البنديخان. بسبب الجفاف قبل 6 سنوات كان لدينا خزين كافي لمعظم مناطق ديالى، ولكن للأسف بدون تخطيط المركز الوطني في وزارة الموارد المائية كان هناك سوء تسقيف لهذا الخزين، وأصبحت مناطق ديالى تعاني ما تعاني من الجفاف الموجود حاليا. اليوم كان اجتماعنا في جنوب بهرز، جنوب بهرز متضررة كثيرا. هذه المناطق كانت تزرع المحاصيل الزراعية من الحبوب، الحنطة والشعير وغيرها، ولكن للأسف بسبب عدم وجود المياه اضطرت من أجل أن تستمر وإدامة العيش في تلك المناطق قامت بزراعة محاصيل أخرى وليست هي محاصيل وإنما هو السيل من أجل قوت يومها. نعم. وبالنتيجة حفرت الآبار، وهذه الآبار أوشكت على الجفاف أيضا بسبب عدم وجود المياه في تلك المناطق. نعم. اليوم سيد محمد، ولكن أنتم كنواب، ما هي أوراق الضغط لديكم وكأهالي أيضا للخروج من هذه الأزمة وللحفاظ على هذه المحافظة التي تعد سلة بغداد الغذائية؟ اليوم نواب ديالى جميعا والمجلس النواب جميعا ملزمين انه يوضعون هذه المشكله في امام انظار الحكومه المركزيه. الحكومه المركزيه هي الواجب عليها ان تجد الحلول الملائمه، سواء بالضغط على الجاره ايران، سواء باستخدام ورقه المنافذ الحدوديه، او باستخدام اي ورقه ضغط اخرى على الجاره ايران من اجل تقاسم الضرر، من اجل ان لا تقوم هذه العوائل بالنزوح. هذه العوائل إذا نزحت من مناطقها ستكون أرض خصبة للإرهاب وداعش للاستيطان بها، وهذا ما لا يحمد عقباه، هذا ما لا نريده جميعنا. الحكومة المحلية غير معنية بهذا الأمر، الحكومة الاتحادية هي الوحيدة التي يجب أن توفر المياه، وهذا هو أبسط مقومات الحياة. اليوم حكومتنا حكومة تسيير أعمال، والتسيير أعمال هي أبسط المقومات يجب توفيرها للمواطن. فيجب على الحكومة الاتحادية المركزية التدخل تدخل مباشر، وأيضا إرسال وفد حكومي رفيع المستوى إلى هذه المناطق للتأكد على الأقل من صدق دعوانا. نحن اليوم نطالب حكومة الكاظمي، نعم، من أجل إرسال وفد إلى محافظة ديالى لبيان مدى، نعم، المناطق المتضررة من جفاف نهر ديالى. اليوم ديالى تعاني الأمرين، أمر مناطق تعاني من موضوع داعش وأخرى تعاني من الجفاف. نعم.